مئة أهلا بكم بحلقة جديدة من بالعراقي. الانقسامات الحادة توصل البرلمان إلى انسداد سياسي باختيار رئيس بعد 5 جولات و3 عمليات تصويت فاشلة. الفصل التشريعي الجديد يبدي، والمشهد هو إما بين اجتماعات بين الإطار التنسيقي اللي بدوره ينفي علاقته بأي دور بالأزمة، أو بين استمرار الكتل السنية بالمراوحة بالمكان نفسه ومحاولة كسب مرحلة كسر العظم بين الشخصيات السياسية بمعركة تأكيد الذات. فوين راح نوصل بعد كل هذا؟ ومن المسؤول عن تعطيل انتخاب رئيس البرلمان الجديد؟ ومن المستفيد منه؟ وشنو الحلول الممكنة لإنهاء هاي المعضلة اللي طالت من دون أي ضوء يبدو في آخر النفق؟ إذن إخفاق البرلمان العراقي باختيار رئيس جديد موضوع اليوم من بالعراقي. دعت السفيرة الأمريكية في بغداد لاختيار رئيس لمجلس النواب يمثل مصالح جميع العراقيين في وقت أعلن خلاله الإطار التنسيقي عزمه حسم موضوع اختيار مرشح لهذا المنصب، وذلك بعد مرور قرابة 9 أشهر على خلوه بسبب عدم توافق القوى السنية على مرشح محدد. لا يزال الجدل والخلاف محتدما بين الكتل السياسية حول من سيتولى منصب رئاسة مجلس النواب العراقي بعد إقالة محمد الحلبوسي من منصبه قبل نحو 8 أشهر بقرار من المحكمة الاتحادية العليا. وبحسب عضو مجلس النواب ضياء الهندي، فإن الإطار منح الأحزاب السنية مدة محددة لاختيار من يرونه مناسبا لهذا المنصب، مؤكداً أنه في حال عدم الاتفاق يصار إلى تصويت النواب على المرشحين للمنصب دون اللجوء للتوافقات السياسية. وأضاف أن قوى الإطار تريد حسم ملف اختيار رئيس جديد للبرلمان كونه أثر سلباً على العمل التشريعي والرقابي، لافتاً إلى أن هناك اتفاقاً شبه كامل داخل المكون السني على اختيار النائب سالم العيساوي عن التحالف السيادة كمرشح للمنصب. وأوضح أن كتلة شيعية كبيرة لم يسميها كانت تعارض ترشيح العيساوي قد غيرت موقفها، مما أسهم في تقريب وجهات النظر بشأنه. في غضون ذلك، أكد القيادي في كتلة تقدم هشام رأفت أنه سيتم تحديد موعد جلسة لانتخاب رئيس البرلمان خلال هذا الشهر، ومن ثم التوجه للتصويت في الجلسة في حال تحديد مرشح واحد من قبل الأطراف السياسية من المكونين الشيعي والكردي. وأضاف أنه في حال عدم الاتفاق على مرشح واحد لشغل منصب رئيس البرلمان فمن الممكن تأجيل هذه الجلسة لجلسة أخرى لغرض الانتخاب. وتنص المادة 12 من النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه إذا خلا منصب رئيس المجلس أو أي من نائبيه لأي سبب كان، ينتخب المجلس بالأغلبية المطلقة خلفا له في أول جلسة يعقدها لسد الشاغر وفقا لضوابط التوازنات. أرحب بضيوفي من بغداد، عدنان السراج رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية، ودكتور رائد العزاوي مدير مركز الأمصار للدراسات الاستراتيجية، وعلي نجدية المحلل السياسي. كل الهلا ومرحبا بضيوفنا الكرام. واسمحوا لي أن أبدأ مع أستاذ عدنان. أستاذ عدنان، يعني وضيوف الكرام، تعالوا نحكي بكل صراحة، يعني حتى يعني بعدين نبحث عن حلول. من المسؤول أستاذ عدنان عن تعطيل انتخاب رئيس البرلمان الجديد لحد الآن؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك العزيزين ومشاهديك الكرام. يعني بشكل واضح وجلي بأن القوى السنية هي المسؤولة الأولى عن هذه المسألة، وبالتالي لا تتحمل القوى الأخرى ما يجري في داخل الساحة السنية من انشقاقات ومن يعني تكتلات جديدة واندماج جديد وتطروحات جديدة فيما تتعلق برئيس مجلس النواب. يعني تصور خلال فترة 2 3 شهور
يحصل أكثر من 3 انشقاقات ثم اندماجين ثم إعلان مشروع ثم البدء بعمليات اختيارات أخرى وتحالفات جديدة وحركة السيد الحلبوسي وآخرين. هذه كلها لن تجي نفعا. أكثر من جهة حاولت أن تجمع القوى السنية على رأي واحد في هذه المسألة، لن تجد لها آذانا صاغية بين القوى السنية. القوى السنية تنظر إلى المكون الشيعي أن يحسم أمره باتجاه مرشح واحد حتى هم الأكثرية يحصلون الأصوات الكاملة، لكن الشيعة في تجربة الانتخابات السابقة الأخيرة التي كادت أن تشق الإطار وتؤدي إلى يعني تهشم الأسس التي أسس عليها الإطار من أجل المنافسة بين سيد محمود المشهداني وبين السيد الحلبوسي، لن يكررها الشيعة مرة ثانية بهذا العنوان. الشيعة ليسوا أوصياء على السنة في مسألة اختيار المرشح، إنما هم يطالبون بتوحد الرؤى حتى لا ينتقل هذا الانشقاق إلى داخل الصف الشيعي، وبالتالي تكون عملية إصلاح من هنا وتخريب من هناك. نعم، طيب، يعني حددت حضرتك من المسؤول، لكن خليني أسألك من المستفيد أيضا أستاذ عدنان من هذا التأخير. نعم، حقيقة المستفيد الواقعي في هذه العملية هم الذين لا يرغبون بالنظام السياسي في العراق. النظام السياسي مبني على أساس المكونات الثلاث اللي تشغل الهيئات الرئاسية الثلاث، أي بمعنى غياب المكون السني هو غياب لنوع من الاستقرار السياسي أو الاندماج السياسي، وبالتالي سيؤثر على الوضع المجتمعي بين المكونات الثلاث في العراق. لذلك أنا أتصور اليوم القوى السياسية الحقيقية التي تريد فعلا المضي قدما هي التي يجب أن تتفق، لكن في داخل القوى السنية هناك من لا يريد فعلا أن يكون هناك اتفاق، هناك من لا يريد أن يكون هناك مرشح سني بكل صراحة، يعني بمعنى أما أكون آني أما لا أكون. وبالتالي هناك من يريد أن تستمر هذه الحالة حتى يقال بأن الشيعة هم الذين يمنعون ذلك، بأن الأخ الأكبر لا يقدم على خطوة معينة، بأن الشيعة قد استحوذوا على مجلس النواب أيضا. وهذا عمل طبعا بالتأكيد واضح بالقوى التي تدفع في هذا الاتجاه، من قوى أساسا هي وجدت من أجل أن لا تتفق القوى السنية أساسا، يعني بالتالي هي تريد لنفسها أن تكون هي زعامة السنة لها، وتريد أن يكون الوضع السني بهذا الشكل. بل هناك دعوات ترافقت في الآونة الأخيرة مع الأسف الشديد ولو لأوزان مختلفة في مسائل تتعلق بالإقليم السني، وهذا بالتأكيد طبعا يعقد المشهد السياسي أكثر. طيب، هذا احنا يعني هذا موضوع واحد من المواضيع يعني ربما المطروحة، ولكن اسمح لي استاذ عدنان يعني انتقل الى استاذ علي نجدية. استاذ علي، يعني استاذ عدنان يعني حمل المسؤولية القوى السنية بأنه مسألة هذا التأخير كله، وأيضا هي المتضررة بذات الوقت من هذا التأخير، لكن دعني أسأل، من هي القوى المتنافسة هنا حتى نوضح لمن يتابعنا من مشاهدين، من هي القوى المتنافسة على منصب رئاسة البرلمان ومن هم مرشحيها أيضا؟ بداية تحية لكم ولضيوفكم الكرام وسادة المشاهدين. طبعا إذا نأتي من بداية الأمر، هذا المنصب كان من حصة تقدم، وكان السيد الحلبوسي يشغل هذا المنصب بعد إقصائه من المنصب أو إنهاء عضويته. يعني صار هناك طمع من بعض الأطراف داخل البيت السني طبعا، وبعض الأطراف هذه التي يعني أتكلم عنها لاقت دعم من بعض قوى الإطار ومن بعض القوى الموجودة داخل قبة البرلمان، وبالتالي كبرت طموحاتها باتجاه أنه تصل إلى رئاسة البرلمان. تقدم لحد الآن متمسك باستحقاق الانتخابي، تقدم أعطى 25 نقطة أمام هذا المنصب. أنت تعرف أنه عملية المحاصصة في العراق على أساس الحجم الانتخابي أو الحجم الصوتي ومخرجات الانتخابات، فبالتالي كانت مخرجات الانتخابات وعملية تقسيم المناصب بالشكل يعني كل من حسب استحقاقه، لكن هناك من حاول أن يطمع برئاسة البرلمان بعد خروج السيد الحلبوسي من المنصب. بالتالي هناك من يدعم وصول هذه القوى الصغيرة داخل البيت السني، كون أن هذه القوى لا تشكل عبء على الأطراف الأخرى. تقدم دائما ما ينادي بورقة الاتفاق السياسي، وهذه تثقل الكاهل الشركاء. لا رئاسة برلمان بدون ورقة اتفاق سياسي، على عكس القوى الأخرى، القوى الصغيرة داخل البيت السني الطامحة للوصول إلى رئاسة البرلمان، فهي لا تذكر نهائيا حقوق المكون السني
ولا تطالب بقانون العفو العام ولا ارجاع النازحين. طيب انا ساتي طيب يعني انا هذه نقاط سناتي عليها، لدينا محطه وسنناقش يعني هذه اتفاقات ما قبل تشكيل الحكومه وكيف اثرت يعني نتيجه نعم. عدم وجود هذا المنصب. لكن استاذ علي يعني هنا لم تذكر لي القوى المتنافسه حاليا من هي، وايضا من هم المرشحون لهذه المناصب، ولا ننسى ايضا هنالك التحالفات الموجوده ما بين هذه القوى مع اطراف في الاطار التنسيقي لو سمحت. يعني أكيد تقدم في جهة وتسانده بعض الأطراف الموجودة داخل البيت السني. لا خلينا الآخر. أي الطرف الآخر بالإطار من اللي يسانده التقدم. في تقدم يعني شوف الإطار مقسوم وهو أصلاً مكون من عدة جهات سياسية، فبالتالي لا تستطيع أن تتكلم عن الإطار كجسم واحد أو كشكل واحد، هو في داخله تشكيلات سياسية. أستاذ علي عندنا تقدم. نعم. عندنا تقدم حاليا، ومين بعد والصدارة من يدعمهم من الإطار؟ شوف احنا ما نقدر نسمي بالأسماء، هذا يسبب إحراج للقوى السياسية. زين. يعني ما نقدر نفصلها أبيض وأسود. يعني لا أبيض وأسود. طيب تقدم مع من متحالف من القوى السنية حاليا؟ مع كتلة الصدارة. الصدارة طبعا وبعض. من مرشحهم؟ نعم. مرشحهم الدكتور محمود المشهداني. طيب وعندنا الحسم والسيادة، من مرشحهم؟ سالم العيساوي. طيب يعني نعم. لدينا شخصيتين فقط هم من سيقدمون للبرلمان كمرشحين؟ شوف حاليا أعتقد أنه هذه الأوراق انتهت، يعني بعد مبادرة السيد البرزاني وبعد خدومها إلى بغداد هناك لجنة شكلها السيد البرزاني يعني للخروج من هذه الأزمة، ولحد الآن هذه اللجنة يعني بشكل فعلي لم تباشر عملها، يعني كون أنه كانت هناك زيارة ويعني كانت يعني أغلب النواب غير متواجدين أو يمارسون شعائرهم أو غيرها، فبالتالي أعتقد أنه خلال هذه الأيام سيبدأ عمل هذه اللجنة لتقريب وجهات النظر، بالتالي الكل عازم على الخروج من هذه الأزمة. شنو طبيعة عمل هذه اللجنة أستاذ علي؟ وضح لنا أكثر لو سمحت. لجنة البارزاني راح تسمى بهالشكل؟ يعني هي اللجنة اللي اقترحها السيد البارزاني لتقريب وجهات النظر والتركيز على المشتركات بين يعني قيادات البيت السني، لكن عمل هذه اللجنة سوف يعني يعرقل من قبل اعتقد يعني حسب الاخبار اللي يعني قاعد اشاهدها بشكل يومي وقاعد اتابعها، هناك جهات سياسية متزمتة بالوصول بأي طريقة إلى رئاسة البرلمان لغرض الوصول، يعني من الكتل المعنية يعني بهذا المنصب تعني؟ بالضبط. نعم. يعني بالضبط نعم. فالأمر يتطلب جلوس على طاولة حوار وتغليب المصلحة العليا للمكون السني على المصالح الشخصية، ويعني إذا نسترجع قبل يومين أحد مقدمين القنوات التابعة للسيد الخنجر وهو اللي رشح السيد سالم العيساوي قال انه قدم استقالته بسبب انه الحزب يفرض عليه او اداره القناه تفرض عليه عدم المطالبه بحقوق المكون والتركيز على المصالح الحزبيه. هنا نتكلم يعني عدم ذكر عفوا يعني الكهرباء. اي اسمعك استاذ علي. اي يعني التركيز على موضوعات انه الوصول الى رئاسه البرلمان والوصول الى كرسي رئاسه البرلمان دون إحراج الشركاء فيما يخص موضوع المطالبة بقانون العفو العام أو بعودة النازحين أو هذه الأشياء. طيب أنا أريد يعني مزيد من يعني السؤال يعني حول لجنة البارزاني سيد علي، ممن تتكون؟ نعم. وشنو أهدافها؟ يعني فقط قبل أن أنتقل يعني إلى سيد دكتور رائد العزاوي، ما طبيعة هذه اللجنة وشنو عملها؟ على ماذا ستركز؟ الآن اللجنة لم تبدأ عملها بشكل فعلي. لم تبدأ عملها، لكن هي بالتأكيد ستكون يعني توافقية مع جميع الأطراف المعنية بهذا المنصب. بالتأكيد ستحاول تقريب وجهات النظر والتركيز على المشتركات ويعني محاولة العبور على الخلافات البسيطة والتركيز على هموم المكون يعني. نعم. وورقة الاتفاق السياسي. طيب أستاذ علي أنا قبل أن أنتقل مرة ثانية قبل أن أنتقل إلى أستاذ دكتور رائد العزاوي خليني أسألك، يعني هذه لجنة البارزاني قبل كان هنالك اجتماع أيضا للرئيس التركي أيضا مع القوى السنية، ألم تسفر عن شيء عن تقارب ما بين هذه القوى على توحيد مرشحها لهذا المنصب؟ لم يعني في لقاء السيد أردوغان لم يذكر أي شيء حول رئاسة البرلمان. يعني أنا أجزم لك بهذا الموضوع. نعم.
هناك من روج لأنه السيد أردوغان جاء ليقرب وجهة النظر أو جاء لملمة البيت السني، لكن كان اجتماع بروتوكولي، اجتماع بكافة تقريبا الأطياف السياسية اللي موجودة في العراق، اجتماع بالتركمان، وحتى اجتماع برئيس بسيد رئيس الوزراء ممثلا عن الإطار، ممكن أن نعتبره ممثلا عن الإطار وفي نفس الوقت هو رئيس الحكومة، بالتالي اجتماع بالبيت السني أسوة بالبيوتات الأخرى، فلم يركز على موضوع رئاسة البرلمان ولم يتطرق أصلا لهذا الموضوع. طيب هو أنا إذا ما عندي خلافات ليش أجتمع وأكون يعني مع أطراف أخرى في ذات الاجتماع؟ ألا يوجد نوع من الاتفاق يعني هنا؟ لا شوف، هو الخلافات لم تصل إلى حد كسر العظم، يعني أنه يجتمعون، شوف دائما ما يجتمعون قيادات البيت السني في المهرجانات والمحافل، لكن موضوعة الاستحقاقات هذه طبعا هذا حق جمهور، فما من المعقول، هناك البعض يطالب بأنه ليتنازل الطرف الفلاني لحساب الطرف الفلاني، لا وجود في السياسة لموضوعة التنازلات، يعني هذه حقوق جمهور، هذه مو حق واحد حتى يعني يشتد ويتنازل به للآخر، هذه حقوق جماهير، هذه أصوات انتخابية، هذه ناس يعني خلت ثقتها بالمسؤول الفلاني، وبالتالي هذا المسؤول هو مسؤول أمام شعبه ومسؤول أمام جمهوره بتحقيق يعني متطلبات هذا الجمهور وتطلعاته، فموضوعة أن يتنازل أحد الأطراف، وأنا هنا أتكلم عن تقدم، أعتقد أنه تقدم، وحتى قبل قليل كان الناطق الرسمي باسم تقدم الدكتور يحيى المحمدي في لقاء تلفزيوني وأكد هذا الكلام، أنه تقدم لن يتنازل عن استحقاقه الانتخابي في رئاسة البرلمان. طيب يعني حضرتك تشير إلى أن تقدم لن يتنازل عن استحقاقه، ولكن إذن هنالك أطراف أخرى معنية بهذا المنصب تجد نفسها يعني أحق بهذا المنصب. دكتور رائد، يعني هنالك عملية جر يعني من وسحب من يمنى ويسرى من أطراف مختلفة، سواء كان في الإطار التنسيقي أو في القوى المعنية بمنصب رئاسة البرلمان، شنو القضية؟ شنو اللي دا يصير؟ ليش هذا التأخير كليته؟ وليش عدم الاتفاق؟ هل هو صراع يعني على بين شخوص معينة على صدارة المشهد لهذا المنصب؟ صراع للقوى الأخرى في الإطار التنسيقي أيضا؟ تحية تليق بمقامك الكريم، سيدات الفضلات، سادة ضيوفك الأكارم، ضيفيك دكتور عدنان، الأخ علي المجد. شوف، من طبيعة الحديث أنا أتحدث بالعلمية، لكن بما أن الكلام بالعراقي فخلينا نحكي مثل ما يقولون أهلنا البغادة. بغادة يقول لك خلينا نحكي بالنفشك، لأنه ما بيها فبالنفشك هذه المسألة هي مسألة صراعات شخصية وصراعات إقليمية، دول الإقليم تسيطر على المشهد العراقي، يعني يجب أن يكون واضحين أمام جمهور العراق، وبالتالي نكون أمناء حتى مع أنفسنا، لأنه بالنهاية الجمهور يعرف الحقائق، يعرف أنه تقدم، إذا كنت تتحدث باسم تقدم وباسم السنة فقطعان 100% أنت لا تمثل كل السنة، وأيضا الإطار التنسيقي هو لا يمثل الشيعة، وبالتالي أنت تتحدث حتى الأكراد لا يمثلون كل الأكراد، وبالتالي هذه الصراعات البينية والصراعات العرضية والطولية بين هذه الكتل السياسية أو هذه الشخوص التي ظهرت على المشهد السياسي في السنوات الأخيرة بلا أدنى شك لا تبحث عن ليس كلها طبعا لا تبحث عن مصالح جمهورها، بالتالي تبحث عن مصالحها ومصالح الحزبية، أعتقد علي المجدية قال هذا الكلام، والأخ عدنان عبر عن الإطار التنسيقي وقال أنه الإطار بريء من دب ابن يعقوب، لأنه هو لم يكن سببا في مسألة إقالة رئيس البرلمان ومسألة تعطيل، مع العلم إذا أردت أن تبحث عن المستفيد من الجريمة، إذا أردنا أن نتحدث بشكل يعني بالشكل كما يتحدث أصحاب الياقات البيضاء، المستفيد هم كتلة الإطار التنسيقي، عدم وجود رئيس البرلمان عرقل الكثير من القوانين التي يمكن أن تمرر لصالح جهة على حساب جهة أخرى، قانون العفو العام، إعادة اللاجئين، مسألة تسوية قضايا المخيمات، عودة الناس إلى بيوتها، هذا إذا كنا نتحدث عن المكون السني، حتى المكون الشيعي، المكون الكردي أيضا. طبعا هم لا يعبروا عن كون الشيعة حتى بس يعني لا ندخل بكثير من التفاصيل لانه مرهقة لجمهورنا، لانه حتى الاطار التنسيقي الذي يتحدث باسم الشيعة هو لم يعبر عن مكنونات هذا المكون اللي يعاني من ازمات كثيرة، كهرباء وماء وغيرها وبالتالي هؤلاء الامراء
أمراء المشهد المتصدرين للمشهد لا يبحثون عن إنما هم قوتهم من قوة هذه الجماهير التي صوتت له، ولهذا يتحدثون باسم هذه الجماهير، مع العلم أنه هذه الجماهير في لحظة من اللحظات. وأنا يعني أريدك بس إذا كانت هذه الحلقة مسجلة، وأدعو الناس إلى مشاهدة هذه الحلقة بعد الانتخابات المقبلة، لأنه الانتخابات المقبلة ستبرز بشكل أو بآخر حقائق مكنونة. طيب هو أنا قبل أن نذهب إلى الانتخابات المقبلة دكتور رائد، يعني خلينا نفهم أكثر قبل أن نذهب إلى هذه الانتخابات المقبلة، وهذا حديث يعني آخر سيطول يعني شرحه ربما وأيضا يغلب الحلقة كاملة، لكن أنا أريد من حضرتك فقط خلينا نفهم شيء واحد بس، يعني اليوم هذه القوى من ذكرتهم الأمراء المتصدرين المشهد، يعني هم حتى على خلاف يعني ويا جمهورهم؟ ما معقولة يعني بهذا الشكل؟ بلا أدنى شك شوف المظاهرات بالناصرية، المظاهرات بالعمارة، المظاهرات بالبصرة، المظاهرات بالديوانية، وضعف وضع الحالة الديوانية، والديوانية أسوأ محافظة من حيث العدد البطالة وعدم وجود قدرات معيشة والكهرباء والماء. هم لديهم خلافات كثيرة، لكن في نهاية المطاف أنت تتحدث عن نسبة 28-29% من العراقيين الذين ذهبوا فأعطوا أصواتهم إلى هذه الكتل السياسية، وهذا حق ل 30%، لا يمكن بكل أمانة أن نأخذ حقهم، هذا حقهم، لكن في الحقيقة المرة إنه هذه الخلافات، خلافات رئاسة المجلس، عبرت بشكل أو بآخر على إنه هناك حقيقة مرة إنه السنة تم تشتيتهم، تشتيت السنة مثلما ومعاقبة السنة، أنا أقول لك إياها، عوقب السنة بسبب موقفهم الذي كان موقفا قويا في مسألة اختيار رئاسة الوزراء ومسألة التحالف مع السيد مقتدى الصدر. هذه هي بداية العقبة التي استمر، وعوقب الأكراد على ذلك، ولا زال الأكراد يعاقبون على ذلك. وهكذا دواليك هذا الأخ الكبير الذي نحترمه، نحبه، نجله، نقدره، نعتبره، ولا زال هو الأخ الكبير يعاقب إخوته، وأنا أخ كبير طبعا على فكرة بالأسرة، أعاقب إخوتي الصغار دائما عندما أجد بأنهم في لحظة من اللحظات تخلوا عن ما أراه أنا مناسبا لهم بينما لا يراه الآخر. لكن حقيقة بكل أمان الخلافات الأكبر من هذا، خلافات الآن قبل ساعة زمن أنا كنت يعني على اطلاع مباشر مع الاجتماع اللي حصل في بيت السيد مثنى السامراء. أهلا بكم ضيوفا ومشاهدين في المحطة الثانية من برنامج بالعراقي، وخلونا نتوقف يعني تكملة لما جاء في المحطة الأولى لكلام السيد دكتور رائد. سيد يعني علي، يعني خليني أسألك، يعني ما ذكرت أن هذا الاجتماع يعني اللي صار، المعلومات اللي عندك حول هذا الاجتماع، اجتماع القوى السنية وما تمخض عنه، تأكيد نفي لما جاء في هذا الاجتماع؟ سؤال موجه لي. اي نعم استاذ علي. اي نعم، يعني بالتاكيد انا قبل قليل يعني سمعت انه اتفقت هذه القوى على ترشيح السيد سالم لرئاسه البرلمان، طبعا هذا يضع العصا في العجله. انا دائما ما كنت طيب يعني افهم من هذا فقط سيد علي، يعني حتى نستوضح اكثر، يعني تقدم لم يكن حاضرا هذا الاجتماع؟ اكيد لا. زين. يعني طبعا دائما ما انا كنت يعني اؤكد على انه بعض القوى السياسيه تحاول ان تستغل التعثرات التي مر بها حزب تقدم، وبالتالي محاوله الوصول الى هذا المنصب باي طريقه كانت. فموضوع الاصرار اعتقد هو يعني ياتي ضمن اطار الضغط السياسي، بالتالي يعني لرفع سقف المطالب، تعرف راح تصير اكو مفاوضات وراح يصير اكو طاوله مستديره. فاعتقد انه هذا الاجتماع هو خطوه الى الامام او محاوله لاستباق الاحداث والضغط على باقي الكتل بالاصرار على السيد سالم العيساوي. لكن انا اؤكد لك على عكس ما ذكر الدكتور رائد انه رغم ما تفضل به على انه هناك رغبات إقليمية أو غيرها، وأنه راح يتم فرض على يعني السيد سالم على القوى السنية والكردية أو بتنازل حسب تعبيره أو بغيرها، فأنا أؤكد لك أنه تقدم لن يتنازل ولن يرضى بأنصاف الحلول، أما حل يرضي
تقدم اولا باعتباره هو الكتله الاكبر داخل البيت السني، وهذا المنصب اولا كان من استحقاقه. نعم. وبالتالي باقي الاطراف. فاما نعم. موضوع فرض الارادات وكسر ارادات الكتل الكبيره داخل البيت السني، هذا لن يقدم عليه لا الاطار ولا البيت الكردي، لان هذا سيؤسس الى مشاكل قادمه داخل البيوتات الباقيه. يعني اليوم تمرد كتله تمرد حزب السياده والتمسك بمرشح السيد الخنجر وفرض هذا المرشح من جديد، وعدم إبداء مرونة، وعدم إبداء أي محاولة لتقريب وجهات النظر، والاستمرار ووضع العصا في العجلة والرجوع إلى مربع البداية، وهو مربع السيد سالم العيساوي الذي يفترض أنه هو أساس المشكلة. يعني رجعنا إلى المشكلة من البداية. طيب أنا إذا توقف عند حضرتك، يعني أستاذ علي، يعني حاليا ما يشيرون إلى، يعني بعد أن خرجوا بهذا الاتفاق القوى اللي اجتمعت ودي يقولون بأنه راح يصدرون بيان في يوم غد الاثنين حول هذا الموضوع، يقول وصل عددهم إلى 44. طيب كم العدد اللي عندكم اليوم أنتوا يعني تقدم ويا صدارة؟ شوف، دائما هناك مغالطة أنه يعتبرون أنه تقدم والكتل التي انضمت إليه بشكل رسمي وبشكل واضح وأعلنت أنه هي ضمن تحالف تقدم يخلوها في كفة ويخلون باقي كل القوى السنية في كفة أخرى، يعني بدون بيانات حقيقية أنه هذه الكتل تنتمي إلى مثلا اسم معين أو ضمن إطار معين أو تحت مسمى معين. لحد الآن ما نعرف الجهة المقابلة هم وشنو الاسم الجامع لهم، عدا انهم خصوم لحزب تقدم وخصوم للسيد الرئيس الحلبوسي. نعم. يعني تريد ان تقول يعني هذه ليست جميع الاصوات، يعني ما يؤيد هذا القرار سواء كان معكم يعني منضويا بالاطار مع الصداره وتقدم او في التكتل الاخر اللي هو حسم والسياده، هنالك جهات اخرى؟ استاذ عادل، بالمناسبه حتى الصداره هي انضمت الى تحالف تقدم فاصبحت من ضمن جسد تحالف تقدم. زين. اما الاطراف الاخرى يعني احنا ما شفناهم ولا بيان طلع مثلا موقع من 44 نائب، يعني المعلومه اللي وصلتك على انه العدد هو 44 نائب يفترض ان يكون مرفق بقائمه بالاسماء والتواقيع، اما انه كلام في التواصل الاجتماعي. طيب احنا ان موعدنا الصبح، وان الصبح على قريب، يعني موعدنا على يوم غد. بس انا خليني اسالك يعني هنا سيد علي، يعني التيار الصدري من شاف الامور وصلت الى مرحله بانه يعني مصلحه البلد يعني يجب ان تكون هي الاولى، انسحب، حتى انسحب من العمليه السياسيه. طيب هنا تقدم من دا يشوف الامور يعني تعرقلت بهذا الشكل اكثر من 9 اشهر ومصلحه بلد ومصلحه مكون بهذا الشكل دا تتضرر، ليش ما ينسحب كمثال يعني فقط؟ يعني ليش ما ينسحب ويعني يترك الباب مفتوحا، يتنازل عن استحقاقه ويتركه الاستحقاق ايضا، ما راح يخرج من المكون؟ لا اعتقد انه في قاموس تقدم موجود مجال الانسحاب. حزب تقدم حزب براغماتي، ورئيس الحزب السيد الرئيس الحلبوسي ايضا شخص براغماتي ومناور جيد. فموضوعة الانسحاب يعني كل الاحترام للتيار الصدري ولقرارهم، لكن قرار الانسحاب للتيار الصدري لم يغير في الوضع كثيرا، بالتالي تم استبدالهم باعضاء اخرين، وبالتالي كبر حجم الاطار التنسيقي وسيسبب لهم مشكلة في الانتخابات القادمة. يعني أنت اليوم أنت تتعامل مع شخصيات لديها نفوذ ونواب سابقين ومال سياسي وغيره، مو مثل ما أنت موجود في السلطة وتقدر تدافع وقريب من القرار، ويعني فرق عن ما أنت خارج الحسابات السياسية. نعم. يعني من أنت تكون خارج المعادلة شيء ولما تكون داخلها شيء. وأنا أؤكد لك أنه تقدم لن ينسحب إلا في حالة، هذا طبعا تصريح على لسان نوابي، لن ينسحب تقدم من العملية السياسية إلا في حالة كسر إرادته السياسية. وبالتالي أنا أعتقد هل هنالك أكثر من أبعاد رئيسه يعني السيد الحلبوسي من المشهد السياسي ربما بشكل كامل من خلال إبعاده عن منصب رئاسة البرلمان؟ شوف أستاذ عادل، البيت السني والجمهور السني خرج من معاناة كبيرة، يحتاج إلى سياسيين مقاتلين من أجل إعادة هذه الحقوق، لا يحتاج إلى سياسيين يتقاتلون على منصب، ولا يحتاج إلى سياسيين يتنازلون في أي أزمة. فبالتالي تشوف تقدم في أصعب حالاته ينادي بشيئين، ورقة الاتفاق السياسي ومنصب رئاسة البرلمان،
وأنا أكد لك أنه تقدم يقدم رأس يقدم ورقة الاتفاق السياسي وتنفيذ بنود الاتفاق السياسي على كرسي رأس البرلمان على عكس الآخرين. ما أتصور من بداية الأزمة ولحد الآن لم أسمع بمطالبة من أي شخصية داخل حزب السيادة أو حزب العزم بالمطالبة بتنفيذ ورقة الاتفاق السياسي. بالعكس هو يحاول أن يكون سهل ولين أمام الأطراف الأخرى في سبيل دعمه ووصوله نعم. بالتالي إلى رئاسة البرلمان. بالتأكيد أستاذ علي، يعني هذا أما مسألة الاتفاق السياسي راح تكون عندنا بالمحطة المقبلة نتحدث عن هذا الموضوع وكيف يمكن يعني تؤثر أو ربما تكون سببا ربما بعقد اتفاقيات جديدة. ولكن أشرت حضرتك بالتأكيد إلى نقاط مهمة دعني أنقلها إلى ضيوف الكرام. أستاذ عدنان، وخليني أسأل هنا الإطار التنسيقي، أعلم قبل يعني جلسة الأمس عزمة حسم موضوع اختيار رئيس البرلمان، شلون وشنو الحلول اللي قدمها بهذا الإطار؟ وخليني أضيف لها فيما يتعلق بالحديث اللي أشار له السيد دكتور رائد إلى لجنة البارزاني، ماذا ستقدم لجنة البارزاني أيضا في هذا الإطار؟ لديكم مشاركة فيها؟ القوة السنية لحد هذه الدقيقة لن تفعل شيئا، لا بلجنة السيد البارزاني ولا قبل، ولا محاولات السيد السوداني ولا محاولات الإطار ولا محاولات أردوغان ولا. وبالتالي تجد اليوم القوى السنية يعني قياداتها ترتكب أخطاء استراتيجية، وهذه أخطاء استراتيجية تؤثر على أدائها. اليوم عندما تجد قائد سني في فترة ما يكون مع الشيعة ثم ينقلب عليهم ثم يتخذ مواقف سياسية تؤثر على علاقاته بالشيعة، لا يتوقع أن يكون التأييد له جازما وشاملا لكل القوى الشيعية. مو هذه يعني مو هذه السياسة يعني تحالفات اليوم وغدا يعني أنا في تحالف جديد، مو هذه السياسة تفرض يعني؟ نعم هي السياسة ولازم أن تقرأ بعناية. يعني اليوم عندما يتخذ مثلا الحلبوسي توجها بالثلاثي حدث انشقاق شيعي كاد يطيح بالبلد وكاد يؤدي إلى نتائج وخيمة. كان يجب على السياسي أن يدرس هذه المرحلة ولا يسعى إلى شق الصف الشيعي من أجل أن يحصل على مكاسب معينة. لا لكن أستاذ عدنان، يعني هل يفهم من كلامك بأن هذه كانت هي يعني الشعرة التي قسم الظهر البعير يعني هنا؟ يعني هي التي كانت بداية لكل هذه ما حدث الآن؟ لا ليس هذه، أنا أقول الأخطاء الاستراتيجية التي ترتكبها القادة السنة تؤثر على يعني كسبهم بالمستقبل لقوى يريدون تأييدهم. أقولها بكل صراحة مع جل احترام للآراء التي سمعتها وهي آراء مقبولة واقعية، لكن واقع الحال يقول لا يستطيع لا عادل ولا يستطيع محمود بشداني إذا لن يكون هناك تأييد شيعي لهما. أي تأييد شيعي لهذه الأطراف سوف يفوز، دونهما انشقاق شيعي لا يفوز أحد الطرفين، بل لا تجري الانتخابات إطلاقا. أقول صراحة اليوم السنة بأحجامهم بأعدادهم لا يستطيعون أن يحسموا الموقف، الكل منقسمون بشكل عام بين هذا وذاك. الشيعة أن اتخذوا قرارا بعنوان فلان أو فلان سوف يكون هو الفائز، أما إذا لم يتفقوا الشيعة فلا انتخابات تجري ولا تصوير. طيب هو أنا هنا سؤالي أستاذ عدنان، هو أنا سؤالي هنا، يعني هم أعلنوا عزمهم حسم موضوع اختيار المرشح، شلون؟ شنو الخطوات اللي قدموها؟ شنو الحلول اللي قدموها لهذا الموضوع؟ الجولة التي حصلت بين السيد محمود والمشداني وبين سيسان العيساوي شهدت نوع من التراجعات ونوع من التخاذل ونوع من التراجع عن القرارات اللي تم عليها الاتفاق والتحالفات اللي عقدها التحالف الشيعي مع قوى أخرى. اليوم ماكو كلام كان يجري بأن مرشح السيد محمود المشداني يحظى بدعم كردي ودعم شيعي وبالتالي سوف يفوز وتنتهي الأزمة، لكن واقع الحال صار هناك نكف بالعهود وبالمواثيق، وبالتالي عندما دخلوا الجلسة كانت هناك تراجعات واضحة من الكرد بشكل عام وتراجعات واضحة من بعض الشيعة أدى إلى اختلال التوازنات، وبالتالي خرج الجميع منقسما على من يريد أن يكون رئيس مجلس النواب. لكن أنا أكرر وأقول اليوم الأزمة يجب لا يعني نسطحها ونجعلها صغيرة، الأزمة في المكون الشيعي عميقة ولا يمكن أن تنحل لا بجلسة ولا بقرار للسيد مسعود ولا بلجنة مسعود ولا بلجنة أي لجنة. الشق السني واصل إلى حد المنافسة الشديدة على زعامة المكون السني، وبالتالي أجد الجميع لا ينسحب من
الانتخابات بل سيناور ويناور إلى آخر نفس، حتى لو تطلب الأمر بقاء السيد البندراوي إلى آخر هذه الجلسة. طيب وهذا يعني طبعا. نعم أنت أخذتني يعني نعم أخذتني أستاذ عدنان يعني للسؤال للدكتور رائد، يعني هذا استمرار السيد محسن المندلاوي يعني بشغل منصب رئاسة البرلمان، ألا يؤثر على يعني دور البرلمان التشريعي والسلطة التشريعية، أيضا القضايا المتعلقة بمسألة الاتفاق الاتفاقات داخل البرلمان وتشريع القوانين وغيرها؟ شوف إذا يعني إذا كان هناك منصف الآن في يعني منصف حقيقي في البرلمان العراقي ويملك يعني أدنى درجات الإنصاف، يعني يمكن الجمهور المواطنين العاديين سيفاجئون إذا قلنا أن هناك مئات القوانين معطلة، معطلة مو من هذه الدورة، معطلة من الدورات السابقة لأسباب كثيرة متعددة لا يمكن الخوض بها، والمجال كبير جدا للخوض بها، لأنه الكتل السياسية باحثة عن مصالحها. شوف لا الإطار التنسيقي بممثليه يعبر بشكل أو بآخر عن الشيعة، ولا حتى السنة بإطارهم سواء عزم أو سيادة أو غيرها، ولا حتى الأكراد، الجميع كل هؤلاء يبحثون عن مصالحهم الضيقة وعبروا عنها أكثر من ذلك. هذا يريد أن يكون زعيما للكرد، وهذا الذي يكون زعيما للسنة، وهذا الذي يكون زعيما للشيعة، وبالتالي الدافع الأكبر أو المتضرر الأكبر هو المواطن العراقي. ثم زيد على ذلك إنه هناك عقبتين أساسيتين في مسألة حل كل هذه الأزمات، وأنا أدعو كل عراقي يشاهد برنامجك الآن إلى أنه نبحث بشكل أو بآخر بحل جذري للأزمة. الحل الجذري للأزمة حتى تبقى العملية السياسية سليمة وواضحة ومقبولة، وعلى الأقل تعبر عن الحد الأدنى من طموحات الناس حتى من غير المصوتين في الانتخابات، هو الدستور العراقي. الدستور العراقي للأسف الشديد حمل كل هذه الأزمات ووضعها بشكلها أو بشكل أو بآخر. جزء آخر، جزء أكبر من الدستور للأسف الشديد، وإحنا على قناة أمريكية، الأمريكان كتبوا الدستور كما أحبه الشيعة في ذلك الوقت، وكما أحبه السنة في ذلك الوقت، وكما أحبه الأكراد، وتناسوا أو نسوا أن هؤلاء الذين كتبوا الدستور هم لا يعبرون عن هذه المكونات، هم يعبرون عن مجموعة من الناس ظهروا فكتبوا هذا الدستور أيا كان. المشكلة الأخرى أن قانون المجلس، النظام الداخلي مجلس النواب العراقي ضبابي. أنا أول مرة شوف أول مرة أتحدى أي رئاسة من رئاسات البرلمان، سواء نائب الرئيس الأول، نائب الأول، أي عضو في البرلمان العراقي، أنا أناقش نواب كثير، أناقشهم في مسألة النظام. نظام ضبابي، لا يوجد نظام بالعالم كله بكل مجالس النواب ومجالس الشيوخ والبرلمانات في العالم مثل هكذا نظام داخلي. إذا أردت أن تقول عنه فهو الأسوأ في تاريخ البشرية جمعاء، لأنه نظام ضبابي، لا يمكن أن تفهم هذا النظام. زيد على ذلك أن المشكلة الكبرى، طيب خلينا نعتمد على النظام، الفقرة 12 تقول ينتخب على طول في أول جلسة، لماذا يعطل؟ لأنه الكتل الشيعية وافقت على سين، لأن الكتل السنية صدرت صاد، والكتل الكردية بين سين وصاد، وبالتالي الباحث الأكبر عن المصلحة هو في نهاية المطاف لم يجد في سين ولا صاد رغبته أو قراره في أن تكتمل بين مزدوجين، أن تكتمل هذه العملية السياسية العرجاء للأسف الشديد، والتي ما كنا نتمناها بعد كل التضحيات اللي قدمناها حتى يطلع الوضع السياسي بهذا الشكل، وتطلع هذه المجموعات مع كل الاحترام لأشخاصهم أتكلم سياسة، الباحثون عن مصالحهم، وأكرر ذلك هذه القوى السياسية تبحث عن مصالحها، لا تدافع عن جهة على لا تدافع عن الجهة التي انتخبت من أجل أو انتخبتها. طيب. وبالتالي الحديث عن أنه أنا المكون الأكبر وأنا المكون الأصغر وأنا أعبر عن المكون واضح عن طموحات المكون. طيب واضح 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 بأن هنالك جميع الأطراف يعني هي متضررة بحقيقة الأمر من تأخير اختيار رئيس للبرلمان حتى الآن، أو من عدم إتمام الاتفاقات. لا 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 المواطن العراقي ومئات القوانين طيب. الموضوعة في الأدراج هو المتضرر الأكبر من عدم اختيار رئيس مجلس النواب.
أجدد ترحب بكم ضيوفا ومشاهدين في المحطة الثالثة والأخيرة من برنامج بالعراقي. أستاذ عدنان، يعني قرابة 9 أشهر هنا على خلو منصب رئاسة البرلمان، أيهما أقرب، موعد الانتخابات المقبلة أم خلو المنصب؟ في تقديري لا زالت المؤشرات تشير إلى خلو المنصب، يعني في تقديري الآن كل القوى السنية التي تتحدث عن توافقات أو عن الذهاب إلى مجلس النواب هي غير راغبة فعلا للذهاب إلى مجلس النواب، لأنها لن تحصل على ضمانات من القوى الشيعية ولا من القوى الكردية بفوز فلان على حساب فلان. بكل صراحة أقول لك بكل صراحة، اليوم حتى لو كان الطرف الآخر رشح سالم الأيساوي فإن النصاب سوف لا يكتمل داخل مجلس النواب إن لن يكون هناك توافقات على هذا المرشح أو غيره. القوى السنية ما دام منقسمة وكان هناك إصرار على قبول مرشح على حساب الآخر فالأمر سيبقى على خلو المنصب إلى نهاية هذه الدورة في تقديري، لأنه المؤشرات ليست مطمئنة على حدود توافق. حتى لو كان هناك اتفاق شيعي شيعي في مسألة التصويت على سالم العيساوي فأعتقد ليس هذا بالأمر الذي يمكن أن يتحقق داخل الإطار. الإطار ترك الباب مفتوحا يعني القوى السياسية في داخل الإطار أن تحدد يعني طريقتها في الانتخاب سواء كان بهذا الجانب أو ذاك الجانب. لا زال السيد نور المالكي ويعني مجموعة أخرى تميل إلى السيد المشهداني، وأيضا هناك قوى أخرى الحكيم والسيد حيدر عبادي وآخرون يريدون الميل إلى سالم العيساوي. فإذا هذه القضية منقسمة هنا في داخل الإطار لن تحسم إلى حد هذه الدقيقة. أتصور اليوم نحن أمام إشكالية، هذه الإشكالية لن تحل بالطريقة التي نحن معتادون عليها. طيب أنا هو سيد عدنان، يعني واضح جدا بأنه الأمر سيأخذ يعني وقت، ربما يعني سيكون هنالك تأجيلات ربما أخرى، وهذا يعني فيما يعني يعني مصداقا لمن يقول بأن السيد المندلاوي مستمر حتى الانتخابات المقبلة. إلى حد هذه اللحظة نعم هذا أمر واقع، يعني ليس هناك مؤشرات على اتفاق سني لمرشح، هذا نعم. أمر حاصل. والشيعة لحد الآن ليس هناك لديهم توجه بالتصويت لسالم العيساوي إجمالا، لن يتم التوافق داخل الإطار بأن يكون التوجه إلى سالم العيساوي لأسباب عديدة، بعضها يعني موضوعية والبعض الآخر يقول هذه قضية تحالفات وقضية نعم. اتفاقات فعلينا الالتزام بها. طيب سيد علي، يعني يبدو بأنه الوقت ضاغط يعني هنا بشكل كبير جدا، أكثر من عندنا 9 أشهر، يعني بعد وين رايحين أكثر من هذا الموضوع؟ وعدكم اتفاقات ما قبل تشكيل الحكومة وهي التزامات مع جمهوركم، يعني معناته لن تنفذ، شنو الحل؟ يعني بالتأكيد الأمور ذاهبة أما تعديل أو تعطيل، فأما تعديل المادة 12 للخروج من هذا النفق المظلم أو للخروج من هذه الأزمة أو سيبقى الوضع على ما هو عليه، الكل متمسك برأيه، بالتالي لا يمكن أن يتم الضغط على الكتل الأكبر للتنازل للكتل الأصغر. يعني اليوم اجتماع اليوم والتشبث بمرشح السيد الخنجر السيد سالم العيساوي، يعني هذا دليل على أنه هناك محاولة للضغط باتجاه التثبيت على هذا المرشح، فبالتالي بالتأكيد بالجهة المقابلة تقدم لن يرضخ ولن يتنازل أمام ضغوطات الكتل الصغيرة. يعني احنا نتكلم، أنا من دائما أركز على موضوع الكتل الصغيرة لأن لا يوجد اسم جامع لكل هذا الفتات السياسي. احنا اليوم بنتكلم على كتلة بها 15، كتلة بها 4، كتلة بها 1. طيب وانتم راضين سيد علي؟ طيب سيد علي راضين بانه يبقى المندلاوي حتى الانتخابات؟ شوف، يبقى المندلاوي ويتم الضغط عليه لتنفيذ ورقة الاتفاق السياسي افضل من ان ياتينا شخص مكون عن السنة يتنازل عن حقوق السنة. فاليوم الباب موصد بوجه هذه المحاولات، يعني بشكل واضح هناك حرج من الإطار بشكل عام أو حتى يجوز من الحكومة، هذه الحكومة التي ألزمت نفسها بما كتبت في المنهاج الوزاري. فبالتالي أنا أؤكد وأقول لك أنه بنود الاتفاق السياسي هي أولوية على منصب رئاسة البرلمان، أما أن يأتي شخص يتنازل مقدما عن هذه البنود ويعني طموحه الأكبر الوصول إلى رئاسة البرلمان وتكوين زعامة ومحاولة لتفتيت الخصوم
وهذا جاء على لسان السيد مشعان الجبوري في احد اللقاءات، قال نحن دعمنا سالم العيساوي او دعمنا مرشح السيد الخنجر في سبيل ان يفكك منظومه التقدم، وفي سبيل ان يفكك نفوذ السيد الرئيس الحلبوسي في الانبار وفي باقي المحافظات السنيه. انت تعرف جيدا ان السيد الرئيس الحلبوسي دائما ما يحصد على الاصوات الاعلى داخل المكون السني، فهذا يمثل عبء على باقي الشركاء. طيب واني خليني يعني خليني اسالك سيد علي، يعني هنا جمهوركم ما راح يسالكم ايهما يعني اهم، المنصب لو الاتفاقات، واحد من عندها اتفاقات تشكيل الحكومه، واحد من عندها قانون العفو العام. بالتاكيد. طيب ايهما اهم يعني هنا، بماذا ستجيبون جمهوركم؟ ما انت شلون تقدر تنفذ قانون العفو العام بدون شخص رئيس يدرج هذا القانون على جلسات البرلمان؟ يعني اليوم مقدما يعني سين من المرشحين او مرشح الخصم لتقدم مقدما، انا اكد لك هو ما راح يطالب بهذا الشيء، وانا اجزم على انه لن يطالب بهذا الشيء. هو يريد الوصول الى رئاسه البرلمان باي طريقه كانت، وبالتالي يعني انت يعني انت اليوم اذا تخلي روحك مكان الاطار التنسيقي او مكان الشركاء، اي من الاسهل لك ان تتحالف مع شخص يطالبك بتنفيذ وعودك وبتنفيذ ورقه الاتفاق السياسي، لو شخص جايك ومتنازل عن كل شيء مقدما وجاي يقول لك بس وصلني الى رئاسه البرلمان حتى اصنع زعامه سنيه، بالتالي الزعامه هي يصنعها الجمهور لا تصنعها الكراسي، واكد طيب على هذا الشيء. جميل. انا خلينا نشرك نعم خلينا عذرا على المقاطعه، خلينا نشرك يعني دكتور رائد، دكتور رائد خلينا نسال هنا يعني على ماذا تعتمد يعني هنا التوازنات في المشهد السياسي العراقي، وخلينا نوضح اكثر يعني الخلاف وين، داخل الاطار هو ما يعرقل لو داخل الكتل المعنيه بهذا المنصب؟ اكون صريح اكثر. اللجنة الإقليمية لا زال موجود، يا الولايات المتحدة الأمريكية، دول الجوار كلها تريد، كلها جزء شريك في مسألة عرقلة اختيار رئيس برلمان، عرقلة تمرير العفو العام. ثم الأخ علي نجدية يحتاج إلى أن يجري اتصال مع السيد الحلبوسي الآن، أنا أملك معلومة كاملة، أنا شفت السيد الحلبوسي، شفته وقعدت معه من الدورة السابقة، ترى قانون العفو العام أستاذ علي مو اليوم، ليش ما أقر بالدورة السابقة؟ ليش ما إذا تريد أجابك أنا مستعد أجابك. طيب أنا يعني يضيق علي الوقت دكتور، أي دكتور رائد أكمل. طيب. المشكلة في هذا الموضوع إنه كل هذا الأجسام اللي أنت تصنفها، سميها ما شئت، إطار تنسيقي، زعامة، حزب ديمقراطي، الكتلة الكردية، سميها ما شئت، كلها دكتور رائد لديك 30 ثانية، كلها اليوم هي جزء من الأزمة الحاصلة في مسألة اختيار رئيس الوزراء. زيد على ذلك هناك لاعب إقليمي وأثر على أو أثر على الاختيار. الجزء الآخر هو جزء مهم جدا، أنه لا ضرر اليوم من أن يستمر المندلاوي، لكن على القوى السنية الأخرى أن تقول هذا هو قانون العفو العام، تفضلوا علنوه أو بعثوا لي. دكتور رائد أشكرك جزيل الشكر، شكرا يعني سيكون لنا بالتأكيد يعني وقفة أخرى جديدة. أشكر ضيوفي من بغداد عدنان السراج رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية، ودكتور رائد العزاوي مدير مركز الأمصار للدراسات الاستراتيجية، وعلي نجدية المحلل السياسي. وسلامتكم، انتهت حلقة اليوم مباشر، موضوع جديد وبالعراقي، يمكنكم متابعة البث والإعادة على منصاتنا المختلفة والتفاعل مع ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ونقولكم بالعراقي أودعناكم.